والمزيد ينضم إلينا من باريس وزير الخارجية الفرنسي الأسبق أرفي دوشارت. أهلا بك سيدي. معالي الوزير اسمح لي أن أبدأ بالإدانات المختلفة. هناك إدانات من الاتحاد الأوروبي أيضا من فرنسا أكثر من مرة ومن أكثر من استهداف للحوثيين للمملكة عبرت عن دعمها للمملكة. بعيدا عن هذه الإدانات، أي دور يمكن أن تلعبه هذه الدول الأوروبية وتحديدا فرنسا في دعم المملكة؟ أولا يجب أن نقول أنه كما قال وزير خارجية أو وزارة الخارجية الفرنسية، إن ما يحصل هو تصعيد، وهو تصعيد خريط جدا. وبشكل من الأشكال يمكن أن نقول أن هذا التصعيد يأتي في وقت يقدم فيه الأمريكيون وأيضا الأوروبيون وبعض الدول في الشرق الأوسط هناك إرادة وأيضا أمل، وخاصة هناك إرادة بالذهاب نحو حل الأزمات بما في ذلك أزمة اليمن. ويجب أن نقول أن ما حصل لتوه هو مقلق جدا جدا، لأننا نتساءل في هذه الحالة إذا ما كانت المصالح والنوايا والإرادات من الجهة التي توجد في الموقع المقابل، أذكر بالتحديد الحوثيين وإيران، نتساءل إذا ما كانت إرادتهم حقيقية بالتوصل إلى حلول إن كان في اليمن أو في الملف اليمني، ولكن أيضا في مجموع الوضع الشامل للمنطقة، إن كل ذلك مصدر قلق قليل كثير. ولذلك نحن نضع أملنا على أمور على أمر على التهدئة، ولكن إن ما حصل تصعيد وقد يكون خطير جدا وله تداعيات خطيرة وكئيبة على المنطقة. لذلك يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته وأن يزن المخاطر لما يحصل، ولكن في مكان آخر يجب أن ندخل في عملية سلمية جديدة. ليس هناك من حل لليمن غير الحل السلمي عبر فتح باب المفاوضات، عبر فتح عملية للسلام بشكل طوعي وإرادي من جميع الأطراف، ويجب على الجميع أن يقدم ما عليه أن يقدمه لهذا المسار السلمي. ولكن الواضح الآن في اليمن بأن المسألة في اليمن تتعلق من جهة بالتأكيد بالسعودية، ولكن من جهة أخرى اليمن ومن خلف الحوثيين في اليمن. لا يمكن أن نصل إلى السلام من دون أن يكون هناك خطوة من هذا ومن ذاك، وأن هذا التوتر يدفع إلى التساؤل من سيقوم بالخطوة الأولى في هذه العملية السلمية. ويبدو لي بأن ما يحصل من تصعيد خطير، وبالتالي على مجلس الأمن أن يتدخل بسرعة فيما يحصل من اعتداءات متسارعة، والولايات المتحدة أن تنخرط أكثر. ونتساءل أين هو الأمين العام من الأمم المتحدة أمام ما يحصل في اليمن وفي المنطقة، هذا التصعيد الخطير وهذا النزاع الخطير الذي علينا جميعا أن ندعمهم، ندعم السلام. معالي الوزير اسمح لي، تحدثت عن أكثر من نقطة، ولكن أريد أن أفهم الموقف الفرنسي كيف يمكن له أن يكون. يعني تحدثت عن المجتمع الدولي، فرنسا جزء من هذا المجتمع الدولي، تحدثت عن الولايات المتحدة، ماذا عن فرنسا؟ ما الذي يمكن أن تقدمه؟ سألت سؤال مهم جدا، قلت هل هناك من إرادة؟ لديك خبرة بالملف الإيراني، كيف تفسر الموقف الإيراني وهذه التحركات الآن وهذا هذه الهجمات الخطيرة والتي قلت نفسك بأنها مقلقة جدا؟ في كل الأحوال وبصراحة، وهذا المعنى الحقيقي لما قلته، هو أن ما حصل لتوه يفتح مجالا للشك بشكل كبير حول ما تتحدثين عنه، عن الإرادة الإيرانية. ولذلك أقول أنه يجب على الأمم المتحدة، مجلس الأمن، أن يتدخل بسرعة وأن يواجه الإيرانيين بشكل خاص حيال هذا الهدف. هل تريدون السلام أيها الإيرانيون؟ ولذلك أعتقد أنه يجب فتح
مجال لعملية سلمية لمسار سلمي مع الأمم المتحدة. المسار السلمي يهدف أولا لوقف القتال في اليمن للسماح بمفاوضات، ثانيا الانطلاق في عملية سلمية إنسانية لإغاثة هؤلاء البؤساء الذين يعيشون على هامش النزاع، الذين يواجهون مصيرا مجهولا، وثالثا أن يتمكن الجميع، أن يكون هناك عملية شاملة تشارك فيها الجميع، كل الأطراف في المنطقة، كل الأطراف التي تحاول أن تسعى للسلام، وبعد ذلك سنرى من يقول نعم ومن يقول لا. وأنا آمل بأن الجميع سيقول نعم لهذا السلام، ولكن هناك شكوك كما قلت، ولكن أعتقد بأننا في المرحلة التي نحن فيها الآن المسألة الأكثر أهمية هي هذا الموضوع، أن يلتزم الجميع السلام. هنا أريد أن أقول لك أنني أفهم مخاوفك وتساؤلاتك، إنها مخاوفي أنا وتساؤلاتي أنا، ونحن وأنتم على الخط نفسه، والسؤال الذي سألتيه مهم جدا وعلينا أن نجد الجواب معا. تقول أن الجواب في تحرك للمجتمع الدولي، ما الذي يمكن أن يقدمه وكيف يمكن التعامل مع إيران بهذا الإطار؟ يعني قدمت لها الكثير من التنازلات من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة. حتى الآن الأمريكيون كما فهمت أنا وكما تراقبون أنتم وأنا يريدون أن يكون هناك قناة للمحادثات مع الإيرانيين، قناة للمحادثات بشكل مباشر أو غير مباشر للحديث عن إعادة بلورة اتفاقية فيينا فيما يتعلق بالملف النووي. ولكن ترون ما يحدث، هذا التصعيد، الإيرانيون يعطوننا هذا الشعور بأنهم لا يريدون الحوار، يريدون أن يستسلم الجميع لاشتراطاتهم لمطالبهم. لذلك أقول أن الوضع صعب، يجب أن نقر بذلك، ولكن أصر بأن المسار المدول يمكن أن يضع الجميع في مكانه، أن يضع كل فرد أو كل طرف أمام مسؤولياته بما في ذلك وخاصة إيران، وأن يرد كل طرف على السؤال ما إذا كان يمكن أن يسير في مسار السلام. وهذا المسار يجب أن يبدأ، وفي النهاية سنحصل على الإجابات ولا على الحلول التي يمكن أن ترد على المخاوف المشروعة للسعوديين ولغير السعوديين. إن السعوديين قلقون جدا من العبث باستقرار المنطقة من خلال التصعيد أو المبادرات أو ما حصل مؤخرا والتي قال الحوثيون أنهم وراءها، ولكن نتساءل هل فعلا الحوثيون هم من خلف هذه الهجمات؟ هذا هو السؤال. من باريس وزير الخارجية الفرنسي الأسبق إرفيد شاريت، شكرا جزيلا لك.